بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الثانوية العامة والأزهرية دارسي مادة الفيزياء، مرحبا بكم في هذا المساء مع برنامجكم المفضل مدرسة على الهواء، وجزء جديد شيق ممتع من منهج الفيزياء. حلقة اليوم في منتهى الأهمية وتحتوي على أفكار وأجزاء عديدة مهمة لنا في الامتحان، ومهمة لنا في الحياة العملية، ومهمة لنا في التطبيقات في باقي المنهج. وهنتكلم اليوم عن أجهزة القياس. أجهزة القياس والتي القياس الكهربية تعتمد أساسا على الجلفانومتر ذو الملف المتحرك اللي ختمت به الحلقة السابقة تمهيد له بسيط في التركيب وفي الاستخدام، وذكرت أنه يستخدم في دراسة في قياس شدة التيارات الضعيفة والاستدلال على مرور التيار الكهربي للتيارات الضعيفة وتحديد اتجاه التيار الكهربي للتيارات الضعيفة. ونتحدث هنا عن التيارات المستمرة الضعيفة، وقلت انه بيعتمد على عزم الازدواج او تطبيق على عزم الازدواج، بمعنى انه ممكن نقول الفكرة العلمية له تطبيق على التأثير المغناطيسي للتيار الكهربي، او تطبيق على عزم الازدواج الناتج من مرور تيار كهربي في ملف مستطيل موضوع في مجال مغناطيسي. وخدنا من تركيبه امر اللي فات، كان الرسم وقتها بيتكلم ووضحت ان احنا هنا خلي بالنا بقى، وكل كلمة هقولها في التركيب في منتهى الأهمية، ملف مستطيل من سلك نحاسي معزول، ركز معايا، يحيط بإطار من الألومنيوم اللي أنا برسمه ده، وعلقت عليه تعليق بسيط كده، قلت أنا عندي إطار وانا برسم، قلت المرة اللي فاتت كأني بعمل شباك، وفعلا لو دققنا النظر هنا نركز بقى معايا، ده اطار، هذا الاطار المستطيل ليه وظيفة، يا ترى ايه الوظيفة بتاعته؟ مهم للدرجة دي؟ مهم. ازاي؟ هو اللي هلف حواليه الملف. طب ما كنا نلف الملف حوالين الأسطوانة الحديدية مباشرة، لا هنا مش هنلفه حوالين الأسطوانة الحديدية، هنلف الملف على إطار والإطار يحيط بهذه الأسطوانة زي ما هنشوف كده. أدي بداية الملف، وكأني بلف الملف كده أهو مستطيل، كأنك بترسم معايا، كأن ادي لفة تانية، وادي الطرف النهائي للملف بالشكل ده. يبقى انا لفيت الملف اللي هو A B C D حول اطار، ده اطار من الالومنيوم. طيب ايه وظيفة الاطار؟ ما كنا نلفه زي ما انا قلت حول الاسطوانة الحديدية مباشرة. هنا قلت في اسطوانة من الحديد المطاوع، هذه الاسطوانة موجودة بالداخل. طيب ليه ما لفناش حواليها؟ لو لفيت الاطار حوالين الاسطوانة لما هيجي يدور الملف هياخد معاه الاسطوانة، طب ما ياخدها معاه،
لا احنا مش عايزينه ياخدها معاه، مش عايزين الاسطوانه تتحرك. هو لو اتحركت الاسطوانه او اتهزت الاسطوانه في مشكله؟ في عيب؟ اه طبعا في عيب كبير قوي. عيب ان الاسطوانه تتهز؟ اه عيب ان الاسطوانه تتهز. ايه العيب ده؟ هتكلم عليه. يبقى خلي بالك، يبقى انا هنا استخدمت هذا الاطار لوظيفه، بحيث ان لما الملف ينشأ على ازدواج، وهي فكره العمل، ويحاول يدير الملف، الملف هيدور وياخد معاه مين؟ وياخد معاه الاطار، لكن ما تدورش الاسطوانه. يبقى هنا انا عندي قطب شمالي ودي قطب جنوبي، قطبي مغناطيس مقعرين زي ما هو مرسوم قدامي كده، وملف مستطيل بيحيط باطار من الالومنيوم، وبالداخل اسطوانه. طيب يا ترى بقى لما ينشأ عزم ازدواج ويحاول يدور الاسطوانة دي وتدور الاسطوانة، ماذا سيحدث؟ ايه اللي هيجرى؟ لو دارت الاسطوانة معاه هتقطع خطوط الفيض بين القطبين، هيتولد في الاسطوانة تيارات كهربية بنسميها وهنتكلم عنها في الفصل اللي جاي، تيارات كهربية تأثيرية، وبنوصفها وصف موجز خاص بها، تيارات دوامية. فأنا مش عايز يتولد من قطع هذا الفيض بواسطة الاسطوانة أثناء حركتها تيارات تأثيرية فيها. طب مش عايزها تتولد فيها تيارات تأثيرية، أقوم أعمل إيه؟ أقوم أخلي الاسطوانة دي ما تتحركش. يبقى إذا الاسطوانة اللي أنا هنا بتكلم عنها لا تتحرك، أمال الملف هيدور وهي لا؟ الملف هيدور وهي ما تتحركش، لأن هياخد معاه مين بقى؟ مين اللي هيدور؟ الإطار الرقيق اللي من الألومنيوم اللي أنا ملونه باللون الأزرق ده. يبقى في عندي إطار من الألومنيوم. طيب خدته ليه بقى؟ لازم أقول من الألومنيوم؟ آه لسببين. أنا محتاجه مادة غير مغناطيسية، وبالتالي لا تتأثر بالقطبين، وبالتالي لا يحدث بينها وبين المغناطيس تجاذب يعوقها عن الحركة، لأن هي دي اللي هتتحرك مع الملف. طب كمان انا عايز وزنها يبقى خفيف، فوزنها ما يعملش ازدواج، الازدواج ده ياثر على الحركه، يا يقاوم الانحراف يا يزود الانحراف. يبقى انا مش عايز الاطار ده يبقى ليه تقل ياثر. انا عايز ايه؟ انا عايز الملف هو ازدواجه اللي يحرك الملف ويحرك الاطار، فيبقى الاطار خفيف وما يتاثرش بالمغناطيس، يبقى انا عايزه الومنيوم. جميل. طيب هذا الإطار وملفه مثبتين تثبيت تام بمنتهى الانسجام في محور دوران اللي أنا برسمه بقى ده. هذا المحور الدوران ماله؟ هو ده بقى اللي هيدور مع الإطار والملف. يبقى ده بنقول عليه إيه؟ محور دوران. جميل. مثبت في بدايته ملف لي، ملف زنبرقي، وفي نهايته ملف آخر، ملف لي. يبقى ملفي اللي دول ليهم أهمية كبيرة جدا هتكلم عنها. طب محور الدوران أثناء حركته شايل إيه؟ مثبتين فيه مؤشر طويل خفيف من الالومنيوم. طيب محتاجينه يكون من ماده غير مغناطيسيه، الومنيوم وخفيف وطويل، محتاجين الطول في المؤشر؟ ايوه طبعا له اهميه. تعالوا نشوف. امام تدريج منتظم، صفره في المنتصف. يبقى صفر التدريج في المنتصف، ونعد 1 2 3 الناحيه دي، 1 2 3 الناحيه دي. جميل. اذا هنا التركيب الجميل ده ماله؟ هو ده التركيب الايه؟ الجلفانومتر. يبقى تاني ملف مستطيل من سلك نحاسي معزول، يحيط باطار من الالومنيوم، يحيط باسطوانه من الحديد المطاوع، الاطار والملف مثبت بهم محور دوران، يدور مع الملف، الاطار والملف يدوران حول هذا المحور. المحور مثبت بملفي لي مثبتين في جسم وصندوق الجهاز من الخارج. ويستند محور الدوران، هنا بقى الجزئية
اللي لازم تركزوا معايا، لان انا بعدي على كل النقاط اللي تم عليها البعض ده حقها في بعض الكتب والبعض لم يدركها وكانت بالنسبه له عامله اشكال. ازاي؟ انا عندي كأن عندي قطعه كده مجوفه هنا كده فيها تجويف خفيف، دي عباره عن ايه؟ دي رقائق او وساده او ركائز من العقيق. عقيق ايه ده بقى؟ بعض الناس اتهيأ له ان دي الملف الزنبرجي، لا ده السناده بس كانها مخده هنا في البدايه ومخده هنا في النهايه، بحيث محور الدوران لما يجي يتحرك ما يسقطش، وفي نفس الوقت ما فيش اعاقه تمنع حركته. يبقى هنا ركائز من العقيق. ايه العقيق ده؟ شايفين الخاتم الجميل ده كده؟ وفي بعض الناس خاتم بيبقى فيه قطعة ايه فصوص كده، الفصوص دي من احجار كريمة تتميز بايه بقى العقيق وغيرها؟ تتميز بانها تظل ملساء، مهما كلت منها مهما احتكت تظل ملساء في الصيف او في الشتاء، مهما حدث لها احتكاك، وبالتالي لما يستند عليها محور الدوران يتحرك وهو ملامس ليها وسند عليها دون احتكاك فلا تقاوم الحركة وتسنده. يبقى هنا انا اتكلمت على الاطار، يبقى وظيفة هذا الاطار انه يسمح بدوران الملف دون دوران الاسطوانة، فنتفادى به تولد تيارات تأثيرية في القطعة الحديدية. ده جزء اول. نرجع لكلامنا تاني، قلت ان هنا مبني هذا العمل على عزم الازدواج تاو او توي بتساوي بي اي اي ان ساين سيتا. طيب وبعدين انا محتاج هذا الجهاز يتأثر باكبر ازدواج لاقل تيار. طيب يبقى التيار انا متفق انه صغير، يبقى عشان اوصل لاكبر ازدواج يبقى لازم القيم دي بي وايه وان تبقى قيم كبيرة جدا كبيرة، يبقى انا محتاج القيم دي تبقى قيم ايه اكبر ما يمكن. وايه كمان؟ وعايز عزم الازدواج قلنا ايه؟ يتسبب في التيار ويتناسب مع شدة التيار. الله، يبقى انا عايز عزم الازدواج يزيد بزيادة التيار يقل بنقص التيار، يبقى لازم اثبت هذا المقدار، يبقى لازم دول يبقوا ثوابت. يبقى انا محتاج البي ثابتة وكبيرة، الاي ثابتة وكبيرة، الان ثابتة وكبيرة، الساين سيتا ثابتة وكبيرة. طيب رحنا مصممين الجهاز بهذا التصميم عشان نحقق هذا الهدف، تمام؟ طيب نشوف كده مع بعض واحدة واحدة. انا هدي تيار، التيار هيدخل من احد الطرفين الى ايه؟ ادي التيار ويمشي في الاتجاه A B C D، يمشي في الاتجاه اهو A B C D ويخرج من هنا، ده التيار. فيتأثر كل ضلع من الضلعين A B و C D بقوة، هنا قوة لأعلى وهنا قوة لأسفل، فينشأ عنهم ازدواج. ادي قوة F وادي قوة F، هذا الازدواج هيسبب دوران. طب ما يدور، لما يجي يدور لو ما كناش حاطين ملفات اللايكة تحصل مشكلة. ايه المشكلة؟ لو ما فيش ملفي اللي كان هيحصل ايه؟ كان الازدواج اللي هيحرك الملف اقل تيار اقل ازدواج يحرف الملف لاخر قدرة على الدوران ويحرف المؤشر لنهاية التدريج، يبقى اقل تيار يجيب نهاية التدريج، اكبر منه يجيب نهاية التدريج، اكبر منه يجيب نهاية التدريج، ده يبقى تهريج ما يبقاش جهاز. نعم، يبقى هنا نهاية التدريج هنوصل له بأقل تيار وكله زي بعضه، يبقى أنا مش هقيس تيار بقى، مش هقيس تيار، مش هقيس تيار. طب والحل إيه؟ أنا عايز يبقى الانحراف على قد التيار، أديله تيار قليل يديني انحراف قليل، تيار أكبر يدي انحراف أكبر، فيبقى الانحراف مقياس للتيار. فأعمل إيه؟
رحنا حاطين الملفين الزنبروكيين دول عشان يعملوا ايه؟ عشان يعملوا لي ازدواج هتكلم عنه يقاوم الحركة، فيجعل الحركة والانحراف منتظم يتناسب مع شدة التيار. يبقى ملفي اللي دول ليهم وظائف ثلاثة. كم وظيفة؟ ثلاثة. أول الوظائف وتاني الوظائف اتنين في واحد. ازاي؟ هيحصل فيهم ازدواج بنسميه ازدواج ميكانيكي او ازدواج اللي. ازاي؟ قالوا تخيل معايا، ادي مسطرة بسيطة اهي، تعال نشوف كده، هثبت قلم كده اهو وقلم هنا كده، وتخيل معايا انا دلوقتي لو بايديا هنا بعمل ازدواج اهو، قوة كده وقوة، ازدواج بايدي بيعمل ايه؟ بدور المسطرة، بحرف، بلوي المسطرة. طيب وبعدين لما بلوي المسطرة بيحصل ايه؟ ها، بلوي المسطرة وهي مرنة كده بتقاومني، ها، فينشأ عن مقاومتها ازدواج يرجع ايديا، شايف؟ يرجع ايديا، يبقى انا في ازدواج مقاومة اهو، وخلي بالك معايا ازدواج يرجع ايديا. الله، طب ده الازدواج سببه ايه؟ سببه مرونة المسطرة. طب نخلي بالنا بقى، الله، يبقى انا محتاج الملفات الزنبروكيه دي تكون ماده مرنه لها معامل مرونه كبير، معامل مرونه كبير. الله، هي ايه المرونه؟ هل اقدر اقول الكرافات دي مرنه؟ لا، دي لينه. ليه؟ وما تقولش مرنه مطريه، ايه تمام؟ اقوم اقول لك المرونه مش معناها ان الحاجه تطوعني بس، لا، ده مرونه معناها انها تقاومني. وايه؟ واول ما اسيبها ترجع لوضعها تاني، فيبقى مين اكتر بقى؟ هل الخيط ولا الكرافات ولا سلك النحاس ولا سلك الصلب الاكثر مرونه؟ كثير من الناس يقول لك لا ده الخيط، بعضهم يقول لك ده النحاس اهو بيتني، اقوم اقول لك لا، سلك الصلب هو اكثر مرونه. ليه؟ هجتني هيقاوم ويعود لوضعه الاصلي بعد زوال المؤثر. ده مفهوم المرونه. يبقى المرونه مقاومه التغير والعوده الى ما سبق او لوضعها الاصلي بعد زوال المؤثر. ده المقصود بايه؟ بالمرونة. فأنا محتاج هنا ملفي لي فيهم مرونة عالية قوي، فيحصل ازدواج ناتج عن التيار، يتلوه يقاومه، ينشأ فيهم ازدواج ضد ازدواج التيار. طب ازدواج التيار عمل انحراف صغير يقابله ازدواج صغير. طب انحراف كبير، بصوا معايا بقى كده، وانا بعمل زاوية صغيرة ازدواج قليل، شايف؟ بيرجع ايدي. زاويه كبيره ازدواج كبير، زاويه كبيره جدا مصطلح تكسر، يبقى ازدواج كبير جدا، شوف، يرجع ايديا تاني. يبقى معنى ذلك ان الازدواج الناتج عن اللوي ده، لاحظتوا معايا، ها، زاويه صغيره ازدواج صغير، زاويه كبيره ازدواج كبير، زاويه اكبر ازدواج كبير. اذا زاويه الانحراف هنا بيترتب عليها عزم ازدواج ناتج عن اللوي في المسطره، اللي بنسميه ازدواج ميكانيكي او ازدواج اللي. يبقى اذا الملفين الزنبروكين اللي بتكلم عنهم هيعملوا ازدواج ميكانيكي او ازدواج اللي ضد ازدواج التيار. ضد ازدواج التيار. طب بقى عندي ازدواجين ضد بعض. ازدواجين ايه؟ ضد بعض. ازدواج التيار اللي احنا خدناه اللي هو بي ان ساين سيتا، وازدواج الناتج عن اللي. لسه انا قايل ازدواج اللي ده ماشي مع مين؟ ما انت مع مين؟ ما انت مع زاويه الانحراف. اديله زاويه صغيره ازدواج صغير، زاويه كبيره ازدواج كبير، زاويه كبيره ازدواج كبير. يبقى ازدواج اللي يتناسب مع سيتا. بقى عندي كام ازدواج؟ اتنين ازدواج ضد بعض، ضد بعض. ازدواج ناتج عن مرور التيار هيحرف الملف، يقابله ازدواج مضاد ناتج عن اللي. انما لو ما كانش موجود ازدواج اللي كان ازدواج التيار يعمل ايه؟ يجيب للاخر، يحرف الملف للاخر. يبقى ازدواج اللي ماله ضد ازدواج التيار، يبقى الملفين الزنبروكيين ها يولدان ازدواج مضاد لازدواج التيار يؤدي الى وظيفتين. ايه هما؟ اول وظيفه يجعل الانحراف منتظم يتناسب مع شده التيار. تاني وظيفة قطعنا التيار، ها، اتلغى الازدواج بتاع التيار، يقوم الزواج اللي يرجع الملف والمؤشر لوضع الصفر، يبقى يعيد الملف والمؤشر لوضع الصفر عند انقطاع التيار. ولا تفكر ولا تحتار، عاد المؤشر بعد انقطاع التيار. مين اللي رجعه؟ ازدواج اللي.
بتاع الملفين الزنبروكيين، كلام جميل وكلام معقول. طيب والفايدة التانية، ها يجعل ها يجعل زاوية الانحراف تتناسب مع شدة التيار، فتصبح زاوية الانحراف مقياس لشدة التيار. يبقى أنا همشي ورا المؤشر وأشوف زواياه، وزاوية صغيرة يبقى تيار صغير، زاوية كبيرة تيار كبير، زاوية 5 درجات مثلا تساوي 1 مايكرو أمبير، يبقى 10 درجات 2 مايكرو أمبير، يبقى 15 درجة 3 مايكرو أمبير. يبقى معنى كده إن أنا هقدر أعمل تدريج يمثل شدة التيار، وبالتالي استفدت من هذا الازدواج وذلك اللي. طيب ايه الفايدة كمان؟ بص معايا في الرسم، تعال نشوف ماذا سيحدث. هيا بنا بص معايا. هنا التيار داخل من السلك ده وخارج من السلك ده. لو كنت انا هثبت السلكين دول بره في صندوق الجهاز، كان لما يجي الملف يدور السلكين دول هيلفوا على بعض ويعوقوا الحركة. يبقى احنا ما عرفناش نصمم. هنعمل ايه؟ نروح مستغليين بقى هذا الملف استغلال شيك قوي. ايه؟ هروح موصل احد طرفين بملف اللي ووصله بمسمار توصيل بالخارج. يبقى هدخل الطيار هنا، هيدخل مثلا هنا، والتاني يلف ويتوصل بالملف الزنبروكي التاني فرضنا. يبقى انا هلف ده كده واوصل مسمار توصيل هنا. يبقى معنى كده ايه؟ بص معايا كده، اصبح عندي مهما يتحرك الملف الطرفين بتوع مدخل ومخرج التيار بقوا الملفين الزنبروكيين، وبالتالي مفيش اعاقه لتلك الحركه. يبقى انا استغليت ملفي اللي كمدخل ومخرج للتيار. شفتوا استغلال 3 في 1؟ يبقى ملفي اللي تم استخدامهم واستغلالهم احسن استغلال. عملوا ازدواج ناتج عن اللي، افادنا فايدتين كمان استغلتهم كمدخل ومخرج للتيار. كده الدنيا في منتهى البساطة. طيب ملفي اللي دول بقى محتاج معامل مرونة بتاعهم كبير. ادور على مادة معامل مرونتها كبير، ادور على مادة معامل مرونتها كبير، فلقينا أو وصلنا إلى عمل سبيكة من البرونز الفوسفوري معامل مرونتها كبير. معامل مرونتها كبير. يبقى ليه من البرونز الفوسفوري؟ لأن معامل المرونة كبير. عرفنا ليه وظائف أسلاك اللي؟ عرفنا. عرفنا ليه الإطار؟ عرفنا. سأل سائل، أنت لسه قايل هنا إن أنت عايز تخلي عزم الازدواج يتناسب مع التيار، جميل. يبقى لازم يبقى عندك البي والاي والان والساين سيتا كبار. طيب الاي والان اقدر اتحكم فيهم وانا بصنع الملف. طب هنا ان انا اعمل عدد لفات كتير، ده اللي هقدر اتحكم فيه اكتر او ازود اللفات كما اشاء، ولكن وانا بزودهم هيطلع لي معاندة واعاقة في عمل الجلفانومتر او مشكلة هنتعامل معها بذكاء. طيب مساحة الملف هنزودها بقدر المستطاع، ولكن برضه في حدود ان يبقى الجهاز ممكن نمسكه بالايد ونتداول معاه. طب يا ترى كيف نزيد بي؟ وكيف نزيد ساين سيتا؟ وكمان نخليهم ثوابت ما يتغيروش. ده اللي هتكلم عليه بالتفصيل الممل. تعالوا نشوف بقى مع بعض. يبقى اتفقنا ان عزم الازدواج بي اي اي ان ساين سيتا. طيب هتلعب بقى بدول ازاي؟ تمام ازاي؟ قالوا واحنا بنصمم عملنا الاتي. ايه؟ حطينا في التركيب زي ما قلنا ها قطعة من الحديد المطاوع في شكل اسطوانة اللي انا بوريها لك هنا. وايه كمان؟ والقطبين انا راسمهم هنا مقعرين. يا ترى دي ليها فوائد؟ ده فوائدها عديدة. تعالوا نشوف مع بعض ليه كده. نشوف واحدة واحدة. انا هنا ادي الاسطوانة الحديدية كأني بنظر مقطع كده علوي، شايف مقطع الاسطوانة وشايف ايه بقى؟
شايف القطبين المقعرين، ادي قطب وادي قطب. ويا ريت بقى نركز معايا الجزئيه دي في منتهى الاهميه، لانها تم تداولها في الكتب بصياغات كثير منها لا يصف المطلوب منها. ادي ادي قطب وادي قطب. طيب وبعدين يا ترى ماذا حدث؟ نركز بقى معايا بالتفصيل. خطوط الفيض اللي طالعه من الشمال للجنوب هيجرى لها ايه؟ المفروض انها تبقى ماشيه كده من هنا لهنا. جميل. طيب بقيه الخطوط موقفها ايه من الموضوع؟ تعال نتخيل لو انا كان عندي القطبين عاديين كده، كانت خطوط الفيض هتبقى منتفخه كده، وبالتالي متوزعه على مساحه كبيره. جميل. وبالتالي تبقى كثافه الفيض قليله، استخدمت مغناطيس قوي بس كثافه الفيض بتاعته توزعت على منطقه كبيره، يبقى ايه اللي حصل؟ كثافه الفيض قلت. فعملنا ايه؟ رحت حاطط قطعه حديد هنا كده، فعملت ايه قطعه الحديد؟ تعال نتخيل مع بعض. الحديد معامل نفاذيه تشديد، هيلم الفيض من قريب او من بعيد. تعال نشوف كده، هيتلم الفيض. تعال بدل ما تمشي بعيد كده تعالوا هنا ويعدوا جوه. عدوا يا سيدي، عدوا اهو، يبقى اتلم. تعال يا عم فيض اتلم، خلي عندك دم اهو، ركز هنا. طيب اتلم الفيض وماله؟ جميل خالص. لكن خلي بالك بقى كده، كثافة الفيض زادت وده اللي احنا عايزينه، لكنها ما بقتش ثابتة. انا عايزها كبيرة وايه؟ وثابتة. طب هي بقت كبيرة بس مش ثابتة. يعني ايه مش ثابتة؟ مش منتظم. يعني ايه؟ او اقول لك الملف لو كان في الوضع ده، هرسم بقى الملف مثلا سي بالاحمر كده، كان الملف في الوضع ده، اركان الملف هنا بعيدة عن القطب وهنا بعيدة، يبقى كثافة الفيض قليلة. لكن لما يجي هنا كده بقى قريب من القطبين يبقى كثافة الفيض كبيرة. يبقى الفيض عمال يتغير كثافته بالنسبة للملف وهو بيلف. الملف يلف ها يتأثر بفيض متغير، بفيض ايه؟ متغير القيمة. طب هتعمل ايه يعني؟ قال لك تعال نشوف بقى، لما خلينا القطبين مقعرين تعال نشوف الفيض جراله ايه، تعال نشوف الفيض جراله ايه. وخلي بالكو عشان ما تقعوش في المطب اللي وقع فيه كتير من الناس. ايه ده؟ في مطب؟ اه في مطب. تعال نشوف المطب ده، مطب ايه؟ وانا برسم كده ها عديت بالقلم ده كده عفويا قصدها. طيب هل خطوط الفيض هتعدي كده؟ لا مش هتعدي كده. تعال نشوف، ادي. طب ركز بقى معايا ابنائي الاعزاء، يركزوا بذكاء. ايه اللي جرى؟ بص معايا، خطوط الفيض مش هتدخل كده زي ما بعض الكتب بتقول الفيض في صورة اقطار او انصاف اقطار. لا، خط الفيض هيدخل كده كده، اتلموا زي هنا، فتمشي خطوط الفيض جوه كده اهو اهو. جميل، كويس خالص، تمام. فاصبحت خطوط الفيض هنا عباره عن ايه؟ اللي بالاحمر دي، ها المسافات دي بقت قد بعض ولا لا؟ بقت قد بعض. معنى كده لو الملف جه في الوضع ده حصل له ايه؟ بص كده، بقى متاثر بفيض موازي لمستوى الملف. خلي بالك، موازي لمستوى الملف، ان حتى لو عملناها باي لون اخر نغمق كده عشان الكل يخلي باله معايا. ادي الملف سودناه كده اهو اهو اهو، الملف بقى في الوضع ده مستواه موازي للفيض ده هنا. يبقى الضلعين دول مالهم؟ متاثرين بفيض موازي لمستوى الملف. جميل. جه هنا بقى الضلعين الطوال متاثرين بفيض بنفس القيمة العددية للمسافة دي قد المسافة دي، وإيه كمان؟ وموازي لمستوى الملف. الملف جه في الوضع ده يجي كما يشاء، يتجول كيفما يشاء. إيه اللي هيجرى؟ مهما يتحرك الملف
اصبح في كل احواله متاثر بفيض ماله، ها متاثر بفيض اكبر قيمه. تم التكثيف، مالها موازي لمستوى الملف، وايه والقيمه ثابته، المسافات دي قد بعض. يعني الفيض اصبح كالاتي، هقولها بعباره في منتهى المهاره، تعال نشوف كده. بقول ان الفيض المغناطيسي بين القطبين والاسطوانه اصبح في صوره امتدادات لانصاف اقطار متساويه، ليس انصاف اقطار، ليس قطري كما يقول، حتى وان قالوا التعبير لا يصف معنى انه قطر او انصاف اقطار، يعني الفيض بيتقاطع وخطوط الفيض لا تتقاطع، هو الاسطوانه لمتهم بحيث اصبحوا بين القطبين والاسطوانه، ها مسافات قد بعض، امتدادات لانصاف اقطار متساويه، امتدادات لانصاف اقطار متساويه. يبقى الاسطوانه، خلي بالك بقى، او القطعه الحديديه، ليه حديد مطوع؟ دي واحده. ليه في شكل اسطوانه والقطبين مقعرين؟ اول حاجه، ليه من الحديد المطوع تعمل تكثيف وتركيز الفيض فتصبح بي اكبر ما يمكن، اكبر ما يمكن تؤدي الى ان يصبح الجهاز حساس، اقل تيار يعمل انحراف او ازدواج كبير كالبوز يؤدي لانحراف ملحوظ، يبقى هنا اصبح الجهاز حساس. وايه كمان؟ كون بقى القطعة الحديدية اسطوانية والقطبين مقعرين جعلت الفيض في صورة امتدادات انصاف اقطار متساوية، يعني اللي بيقولوا عليها قطري لكن مش انصاف اقطار بتتقاطع، وبالتالي اصبح الفيض المؤثر على الملف في كل وضع من اوضاعه. بص كده، في كل وضع من اوضاعه، ها فيض، بص معايا هنا كده، ها فيض ماله، ها موازي لمستوى الملف، لف يا عم ملف هيلاقي الفيض ايه موازي لمستواه، اكبر قيمه وثابته، ها مسافات قد بعض، امتداد لانصاف اقطار مستوى، البعد بين حرف الاسطوانه جوه وبين كل قطب مسافات قد بعض، تبقى بي ثابته. وايه كمان؟ وموازي. الله، يبقى معنى كده بي بقت ثابته، كويس خالص، قيمه ثابته وموازي، يبقى ساين سيتا بقت سيتا بكم؟ ب 90، يبقى ساين سيتا بواحد، يبقى سيتا دي بقت اكبر ما يكون، وايه؟ وثابته. يبقى زي ما انا قلت، عزم الازدواج اللي كان بيساوي بي اي اي ان ساين سيتا خلينا دي ايه؟ اكبر ما يمكن وثابته، بكام؟ بواحد، يبقى هشيلها دلوقتي، وبي اكبر ما يمكن وثابته، جميل، واي وان ثوابت، جميل. اصبح مين بقى اللي ممكن اغيره فتتغير معاه توي او تاو؟ اي. اذا عزم الازدواج هيتناسب مع مين؟ مع اي فقط، فينتظم التدريج، يبقى الانحراف ماشي مع اي فقط. يبقى هنا اخلي بالي ان لما جيت قلت ان انا هحط قطعه حديديه عشان ازود بيه هخليها اسطوانيه والقطبين مقعرين، فيصبح الفيض منتظم القيمه اكبر ما يمكن وموازي لمستوى الملف، فتصبح سيتا بكام؟ هتصبح سيتا بواحد، بقى عزم الازدواج بي اي اي ان لانه موازي. ده ازدواج التيار. ازدواج مين؟ التيار. هيطلع له ازدواج اخر مضاد، ازدواج اللي. الله، ازدواج اللي طلع بيتناسب مع مين؟ مع سيتا، يبقى اقدر اقول ان ازدواج اللي بيساوي ثابت في سيتا، الثابت ده هسميه ثابت اللي. يبقى بقى عندي ازدواجين ضد بعض. يبقى اول ما اقول بدأ عمل الجلفانومتر اديته تيار، نشأ ازدواج ناتج عن التيار، ادار الملف نتج ازدواج ناتج عن اللي مضاد. متى يتزن الملف؟ عندما يتساوى الازدواجان. يبقى ايه شرط الاتزان؟ تساوي الازدواجان او تساوي الازدواجين، حتى نراعي ها اللغة. يبقى شرط الاتزان ان يصبح او يصبح الازدواجان متساويين،
مين؟ ازدواج التيار مسوي مضاد لازدواج الليل. فيتزن الملف، اتزن الملف، طلع لنا من الاتزان كلام في منتهى الجنان، جمال ملوش حدود. ايه؟ تعال نشوف كده. يبقى بي اي اي ان دي بتاعت ازدواج التيار بتساوي اي اللي هو ثابت في سيتا. مهم جدا هذه العلاقة. ده ازدواج مين؟ ازدواج التيار. وده ازدواج مين؟ ازدواج اللي. عند الاتزان المؤشر وقف صانعا زاوية معينة، عند هذا الاتزان وتلك الزاوية وصلنا لهذه العلاقة. جميل. هنبدأ نتكلم على هذا الكلام الجميل اللي هناخده بالتفصيل. يا ترى هذا الجهاز اتكلمت انا من شوية عن حساسيته. عن ايه؟ عن حساسيته. الله، حساسية ايه؟ وانا لسه بتكلم من شوية قلت لما استخدم القطعة الحديدية هتزود لي البي فيزيد الازدواج الناتج عن اقل طيار فيدي انحراف كبير ملحوظ لاقل طيار فتزيد الحساسية. الله، يبقى وجود القطعة الحديدية بتزود الحساسية، التقعر والشكل بيزود الحساسية. تعال نشوف بقى ايه هو مفهوم الحساسية. طب اتخيل كده وانا معاك ان احنا بنتكلم على بعض الناس عندهم احساس ولكن بدرجات متفاوتة، وعايز انا اشوف التفاوت في الاحساس عند بعض الناس او بعض الطلاب. عندي طلاب غاليين وعايز اشوف مين منهم اكتر احساس. هأثر عليهم كلهم بنفس المؤثر ونفس التوجيه ونفس لفت النظر، مؤثر واحد. مؤثر ايه؟ واحد. واشوف اللي يديني انفعال اكتر وتأثر، او يديني تأثر اصلا، اقول ده حساس، حس. طب ما ادانيش خالص وانا بعلق وانا بتكلم وهو وكأنه ملامح وجهه لم تتغير، يبقى ده ما فيش، ده ما بيحسش. طب واحد اتأثر تأثر قليل كده، يا دوب وشه بان عليه، يبقى في احساس شويه. واحد اتأثر اكتر، واحد اتأثر اكتر، واحد انفعل قوي، يبقى كلما زاد الانفعال هقول ده تأثر اكتر، يبقى حساس اكتر. بس خلي بالي لنفس المؤثر عليهم كلهم، اديت نفس التوجيه، نفس لفت النظر لابناء الاعزاء، فلقيت منهم اللي لم يتأثر، ده ما فيش، ده جبل. وفي اللي اتأثر أكتر، يبقى ده حساس، اتأثر أكتر، ده حساس. قلت النهارده المحاضرة مهمة فركز قوي، قلت ده مهم وفي حاجات كتير، بدأ إيه ما ينشغلش بحاجة، بدأ حتى لو في عنده أسئلة هاجلها لما أفهم الأول الجزء بتاع النهارده. يبقى إذا هنا أنا قارنت بين الأفراد في إحساسهم بمدى انفعالهم لنفس المؤثر. لنفس إيه؟ المؤثر. طب هنا انا عايز اقارن بين حساسية الجلفانومترات، اقوم اجيب جلفانومترات مختلفة واثر عليهم، هل ههزقهم؟ هل هديهم مثلا وجهة نظر؟ لا، الجلفانومتر بيحس بايه؟ اديله طيار يديك انحراف، ما تديلوش طيار ما يديكش انحراف. هديهم كلهم نفس الطيار وابدأ ألاحظ مقدار الانحراف، اللي يديني انحراف قليل تبقى حساسيته قليلة، واللي يديني انحراف كبير تبقى حساسيته كبيرة، واللي يدي انحراف أكتر تبقى حساسيته أكبر. يبقى أنت طلعت معايا بنتيجة أنه تقاس حساسية تلك الأجهزة بمقدار زاوية الانحراف التي أحدثها فيهم نفس الطيار. يبقى قيست الحساسية عمليا وببساطة بمقدار ايه؟ مقدار نفس نفس الايه؟ بمقدار الانحراف. واحد ادى انحراف كتير، واحد ادى انحراف قليل، يبقى اللي يدي انحراف كتير يبقى حساسيته كبيرة، واللي يدي انحراف قليل تبقى حساسيته قليلة، واللي ما يديش يبقى ما عندوش، مش حساس. اذا طلعنا بوصف بسيط للحساسية، هنبدأ نرتقي به خطوة ثم الاخرى فهما وتفكيرا. يبقى تقاس حساسية الجلفانومتر
ها بمقدار زاوية الانحراف التي يحدثها تيار معين للكل. اتفق علماء الفيزياء الأجلاء على أن هذا التيار هو تيار متساوي للكل، تيار شدته الوحدة. طب الجالفانومتر بيقيس تيارات بسيطة ضعيفة جدا بالمايكرو أمبير، يبقى ممكن أقول هديهم كلهم تيار شدته 1 مايكرو أمبير وأشوف زاوية الانحراف. اللي يدي زاوية انحراف أكبر يبقى حساس أكبر، يبقى الحساسية هنا هتساوي زاوية الانحراف. يبقى حساسية الجلفانومتر هتساوي إيه؟ زاوية الانحراف لملف الجلفانومتر التي يحدثها مرور تيار شدته الوحدة. هنا الوحدة هنا ممكن اقول بقى 1 مايكرو أمبير او 1 ملي أمبير او مجازا نقول 1 أمبير، وان كان 1 أمبير او 1 ملي ده قيمة كبيرة بالنسبة للجلفانومتر. طب افرض ان انا اديت تيار قدره 5 مايكرو أمبير، 5 مايكرو أمبير، وادوني زاوية انحراف قدرها 30 درجة. الله، يبقى الحساسية هنا بتساوي ايه؟ انا عايز زاوية الانحراف اللي احدثها تيار شدته 1 مايكرو، يبقى انا هقسم 30 درجة على 5 مايكرو أمبير عشان اجيب ايه؟ اجيب زاوية الانحراف اللي يعملها المايكرو امبير الواحد. يعني اذا انا لما جيت اتكلم على الحساسية قسمت مين؟ قسمت الزاوية اللي هي سيتا على شدة التيار، اذا اصبحت الحساسية بتساوي سيتا على اي درجة لكل مايكرو امبير. نكتبها كده، درجة لكل مايكرو امبير، او درجة اذا اشتغلت بالمل لكل ملي امبير، او مجازا درجة لكل امبير. يبقى هنا فهمت الحساسية. طب تعال نشوف بقى ايه العوامل اللي بتتحكم في الحساسية. انا لسه قايل عندي ازدواج التيار بيساوي بي اي اي ان، وقلنا سيتا هنا مش موجودة لان ايه؟ ساين سيتا هنا اعتبرناها بكام؟ بواحد. هيساوي ازدواج اللي هو بيساوي ايه؟ ثابت في سيتا. الثابت ده بنسميه ثابت اللي. يبقى اذا بي اي اي ان هتساوي ايه؟ ثابت اللي او ثابت المرونه اللي عندي في سيتا. طب انا عايز ايه الحساسيه؟ سيتا على اي. يلا بينا نقسم سيتا على اي ونشوف هيحصل ايه. بص معايا كده، هقسم سيتا هنا على اي. الله، هتساوي الباقي ده على الباقي اللي هنا. يبقى سيتا على اي هتساوي ها بان بي اي ان على اي الثابت. يبقى العوامل المتحكمة في الحساسية هجيبها من هذه العلاقة، حتى لو مش محتاج احفظها، انا مش بطلب منكم اي حفظ. يبقى هنا سيتا على اي هتساوي بي في اي في ان على كده. يبقى اذا العوامل هنا هتبقى بي وايه وان تؤثر ايه؟ طردي. يبقى زيادة اي واحد من دول يزود الحساسية، وده اللي انا قلته من شوي. ومعامل المرونة ثابت اللي عكسي. يبقى انا كده اتكلمت على الحساسية بمنتهى الحساسية، واصبح الامر في منتهى المزاج، مفيش مشكلة. الحساسية عندي هنا ايه؟ ها ها سيتا على اي هتساوي بي اي ان على ايه. يبقى العوامل المتحكمة بي وايه وان
طردي وايه عكسي. ده كلام جميل وكلام معقول. طيب نيجي بقى لهذا الجهاز الحساس اللي بيقيس تيار بالمايكرو امبير، يعني لو اديته تيارات عاليه هيجرى له ايه؟ ما يتحملش، يحصل له ايه؟ ده تحصل له مصايب. تعالوا نشوف مع بعض. خلي بالك هنا من تعبيري في كل فقرة، عيد ورايا تاني واسمع الحلقة تاني وتالت وركز في التعبير عشان تشوف ازاي بعبر، ما اقولش احفظ، انما كيف تعبر بوضوح ودقة وايجاز. تعال نشوف هل يصلح هذا الجهاز لقياس تيارات عالية الشدة؟ لا. هيحصل له ايه؟ هيحصل له فضايح. تعال نشوف هيحصل ايه. احنا لسه قايلين ان ملفات اللي دي مرنه، انا بدي مثال بالمسطره، جميل. طيب هفكرك بمسطره جميله كانت معاك في السنوات الاولى في الابتدائي، المسطره اللي كانت بتتنيها كامله كده تلفها وترجع تاني، كنا بنقول عليها مرنه قوي، بس خلي بالك لما كنت تتنيها بعنف او تعض عليها كده كانت بتتني تانيه وتفقد شفافيتها في جزء ما وما ترجعش 100%. يعني هنا انا بطلع كده واسيبها ترجع تاني، لكن التانيه لو تنيت قوي هترجع بس مش هترجع 100%. بنقول فقدت جزء من مرونتها، فقدت جزء من مرونتها. يبقى معنى كده ايه؟ معنى كده ان ملفات اللي دي المفروض بترجع لي المؤشر لوضع الصفر. طب لو فقدت جزء من مرونتها، ها، هل هترجع الملف والمؤشر للصفر؟ مش هترجعه للصفر، هترجع للصفر الا حته. يبقى بقى في خطأ في التدريج، يبقى لازم اعيد التدريج من جديد. طب امتى يحصل ده؟ اذا اديت تيار شديد فحدث انحراف كبير مفاجئ. يؤدي الى ايه الانحراف الكبير المفاجئ؟ فقد ملفات اللي الجزء من مرونتها، مما يؤدي لخطأ في صفر التدريج. ده اول مصيبه. طب وبعدين؟ قال لي طب لو حصل انحراف كبير مفاجئ، وارد ان الانحراف الكبير يخلي بداية ونهاية محور الدوران يخرج من ركائز العقيق، المخدتين الركائز اللي انا حاططهم في البداية والنهاية، فبنقول يختل الاتزان. يبقى ممكن اقول ان مرور طيار على الشدة يؤدي الى انحراف كبير مفاجئ، يؤدي الى واحد فقد ملفات اللي جزء من مرونتها مما يؤدي للخطأ في صفر التدريج، اختلال نظام التعليق. ده كل ده لو اديته تيار كبير مفاجئ. طب تعال نشوف بقى هذا التيار لو كان كبير المقدار ومر في الملف، ملف مقاومته كبيرة، أسلاك نحاسية رفيعة معزولة مدهونة بمادة عزلة، وجه مر فيهم هذا التيار، ايه اللي هيحصل للملف ده؟ بعض الناس يقول لك ايه؟ الجهاز هيتحرق. اقوم اقول لك ركز في التعبير، اتمرن على انك توصف اللي انت فهمته. لو انا مررت تيار كبير هيتولد فيه الاسلاك حراره. هذه الاسلاك مدهونه بماده عزله، ماده عزله ورنيش او ماده عزله بلاستيكيه. جميل؟ لو سخن الملف مين هينصهر؟ النحاس ولا الماده العزله؟ المادة العازلة. يبقى هتنصهر المادة العازلة للملف فيتلف. يعني ايه اللي جرى؟ الملف ده لو 100 لفة كده ماشي، 1000 لفة، حلو، ومعزولين عن بعض، وانصهرت المادة العازلة تحول الملف لغويشة، اتحول لحلقة معدنية، اتحول لحلقة معدنية. بدل ما كان عندي مقاومة للملف 200 اوم 300 اوم 100 اوم، بقى مقاومة واحد من 1000 اوم، بقت حلقة معدنية، كأنه وصلت بداية الملف ونهايته بحلقة معدن، بحلقة معدن. فإيه اللي هيجرى؟ هيصل التيار لأكبر مقدار فيؤدي لانصهار البداية بتاعت التوصيل أو النهاية. فعمل حصل إيه؟ اتقطع بداية الملف. حصل إيه؟ لما انصهرت المادة العازلة بقى حصل إيه؟ بقت القطعة اللي عندي دي قطعة معدنية مقاومتها ضئيلة، بنقول عليها حصل شورت، تقصير للدايرة، اللي بنقول عليها حصلت كأنها حصلت قافلة، يعني بالبلدي كده أو بالأسلوب العامي كأني لمست السلكين لبعض.
يبقى في الحالة دي هتولد حرارة في البداية بتاعت التوصيل أو النهاية، تصهر البداية والنهاية وتعزل الملف خلاص. لا بقى ملف، بقى حلقة معدنية وبدايته أو نهايته انقطعت، ده اللي بيحصل، تلف الملف. يبقى هنا بنقول مرور تيار على الشدة يؤدي لتولد حرارة في الملف تصهر المادة العازلة للملف فيتلف. وأظن هنا في سجع أو جنس. جميل. هتقابلنا بقى مشاكل تاني في الجلفانومتر، ده حساس ولكنه غير دقيق، غير دقيق، غير دقيق. يعني ايه؟ يعني بيخوم، تديله طيار يوم يقول لك القيمة اقل من القيمة اللي بتديها له. ليه؟ ده اللي هقول عليه. مش انا عندي دلوقتي اي دايرة كهربية هحط فيها جهاز يقيس التيار، ركز بقى معايا، انا هرسم دايرة كهربية بسيطة، ادي مفتاح وادي بطارية، ها، وهنقول ادي مقاومة ثابتة وادي الجهاز اللي هيقيس التيار اللي هسميه جلفانومتر او اميتر او الى اخره. ماله؟ تعالى لما نيجي نقفل الدايرة دي كده هتقابلني ملاحظات كتير هغطيها. ايه؟ اولا لازم اوصل هذا الجهاز على التوالي في الدايرة، يبقى الاميتر هيتوصل في الدايرة على التوالي، الجلفانومتر لما يجي يقيس تيار يتوصل في الدايرة على التوالي. ليه؟ ليه؟ اقوم اقول لك حتى يمر اليه كل تيار الدايرة المراد قياسه وليس جزء فقط منه. اتخيل ان انا وصلته هنا كده تحت، هنا بقى عند التيار وهو ماشي في هذا المسار قدامه توتو مسار، مسارين، حبة فوق وحبة تحت، هيتجزأ التيار، يبقى عدى على الجهاز كل التيار ولا حتة منه؟ حتة منه ولا كله؟ يبقى هيمر الى الجهاز القياس جزء من التيار، انا عايزه يقيس للتيار كله مش حتة منه، يبقى لازم اوصل الاميتر في الدايرة على التوالي. الاجابة في منتهى البساطة، حتى يمر اليه كل تيار الدايرة المراد قياسه وليس جزء فقط منه. جميل. طيب وصلته في الدايرة على التوالي، حدث الاشكال التالي. ايه؟ هذا الجهاز له مقاومة R كبيرة المقدار. طب وبعدين ماذا يحدث لما وصلت المقاومة دي في الدايرة على التوالي؟ الدايرة كان لها مقاومة، ولتكن كانت مقاومتها مثلا 200 اوم الدايرة، والاوم والفانومتر ده نفرض مقاومته 100 اوم، ناخد حاجة بسيطة كده. حصل ايه؟ مقاومة الدايرة بوجوده زادت، مقاومة الدايرة زادت، فيحصل ايه لتيار الدايرة اللي انا كنت هقيسه؟ يقل. يعني لو كان في عندي تيار، عندي هنا 1 من 100 امبير قبل ما ادمج الجلفانومتر، ناتج ان انا حطيت قوة دفعة 2 فولت على المقاومة الكلية 200 اوم، هيديني تيار في الاول خالص 2 على 2 ايه؟ على 200 ب1 من 100 امبير. جميل. رحت عامل ايه؟ رحت ضايف مقاومة الجهاز لما دمجته هنا، المقاومة الكلية بقت كام؟ بقت 300، ضفت 100 يبقى بقت 2 على 300، بقت كام؟ 6، ها، من 1000 او 66 من 10000 امبير. الله، يعني ما كملتش 1 من 100، ما كملتش، يبقى التيار نقص ولا ما نقصش؟ انا جايبك يا عم جلفانومتر تقيس التيار، تقوم تقلل التيار، هل هذا كلام ينفع؟ يبقى هنا الجهاز اصبح غير دقيق. نركز معايا، اصبح الجهاز عندي ايه؟ غير دقيق. ايه سبب عدم دقته؟ كبر مقاومته، وانه يدمج في الدايره على التوالي فتضاف مقاومته الى مقاومه الدايره فيسبب نقص التيار المراد قياسه بعد التوصيل. يبقى قبل التوصيل كان التيار ليه قيمة، اول ما وصل يقول لي بقى قيمة اقل، عايزين نشوف له حل. يبقى هنا، ها، غير دقيق، بيخم. ليه بيخم؟ كبر مقاومته،
كبر مقاومته. وكمان لو انا حطيته في دايره كده تيارها كبير زي ما انا حاطط كده، فرضنا ان التيار واحد من 100 امبير وهو اقصى تيار يتحمله 10 مايكرو امبير او 100 مايكرو امبير، واديته تيار قدها يجي 10 مرات ولا 20 مره، هيحصل اللي انا قلته. الله، تيار اعلى من شدته ما هيتحملوش، هيحصل المشاكل اللي قلناها. يبقى اذا بقى عندي مشكلتين عايز احلهم، حلهم خلانا عدلنا هذا الجهاز واصبح اميتر. واصبح ايه؟ اميتر. يبقى الجهاز ده لو بصيت كده معايا، لما حطيت هنا الجلفانومتر هنا على التوالي، المقاومه الكليه جرى لها ايه؟ زادت. التيار جرى له ايه؟ نقص. وبالتالي اصبح التيار قليل المقدار عن القيمة اللي كنا بنتكلم عنها سابقا. اذا انا مضطر اعالج هذين الامرين، ايه؟ ها؟ تأثير مقاومته انها كبيرة فبتأثر على قيمة التيار المراد قياسه، كمان هو ما بيتحملش تيارات كبيرة، نعالج بقى، يلا بينا نعالجه، يلا بينا نعالجه، هنوديه لدكتور؟ لا مش هنوديه لدكتور، احنا هنعالجه بنفسنا، تعال نعالج هذا الجهاز ونقول عليه بقى اسمه ايه؟ بقى اسمه اميتر. يبقى هنا تحويل الجلفانومتر الى اميتر. تحويل الجلفانومتر الى اميتر، اللي بنقول عليه في بعض الاحيان اميتر، خلي بالك بقى معايا كده، اميتر التيار المستمر. ماله بقى اميتر التيار المستمر ده؟ تركيبه عبارة عن ايه؟ انا هجيب الجلفانومتر اللي عندي وعالجه. تعالى يا عم جلفانومتر عشان نعالجك. جلجل بي، تعال نعالجك. ماشي، تعال نشوف كده وانت بترسم. ادي ايه اللي انا بعمله ده؟ كأني بنظر للجلفانومتر من فوق اهو. حاضر، هنا هيبان لي من فوق ايه؟ عرض الملف اهو، ادي اللفات اهي. جميل. طيب بالراحة كده واحدة واحدة، ده العرض ده العرض. تعال نشوف بقى هنعمل ايه. ادي طرف وادي طرف، ادي طرفي الملف اهم. يبقى الطيار لو دخل من هنا هيمشي كده ويدخل الى الملف ويخرج كده. جميل. فين فين ايه؟ فين المؤشر؟ اهو هاجي كده واروح عامل ادي المؤشر. ده كان هناك صفر التدريج في المنتصف كان ليها غرض، لكن هنا الصفر هيبقى على جنب لان انا مش محتاج هذا الغرض. اللي انا قلته المرة اللي فاتت، قلت صفر التدريج في المنتصف للجلفانومتر هيفيدني عدة فوائد، منها انه يكون اكثر سهولة دمج في الدوائر دون التقيد بمعرفة اتجاه التيار مسبقا. لو انا مش عارف اتجاه التيار، يبقى في الحالة دي هقدر اوصل ان عنده استعداد يلف يمين او شمال، انما لو كان اتجاهه محدد لاحد الجانبين الجلفانومتر كنت هبقى مقيد بان لازم اكون عارف اتجاه التيار مسبقا، هتبقى فيه صعوبة. كمان كون الصفر في المنتصف هقدر اعرف من زاوية انحرافه يمين او شمال اتجاه التيار، يبقى استفدت منه في تحديد اتجاه التيار. لكن هنا بقى هيبقى اميتر، هعمل ايه؟
خلاص ما بقتش محتاج الغرض ده، يبقى هنا صفر واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة وهكذا. طيب ماذا ستفعل؟ أنا كنت هناك عندي مشكلة. إيه المشكلة؟ إن كانت قيمة مقاومته كبيرة فعامله لي مشكلة في الدايرة وبتأثر على تيار الدايرة، وكانت الدايرة متأثرة وزعلانة. جبتك يا عم جهاز تقيس، بوظت المقاييس، غيرت لي قيمة التيار، فبيأثر على مقدار التيار، أنا عايزه يأثر أقل. هو مش ممكن ما يأثرش؟ مش ممكن ما يأثرش. لا يوجد جهاز قياس مباشر دقيق 100%. لكن أنا عايز أعمل إيه؟ عايز أقول له خليك حنين، ما تأثرليش على التيار كتير، خلي التأثير قليل. طب أعمل إيه؟ هو أنت كنت بتأثر ليه؟ قال عشان مقاومتي كبيرة. طب يلا نصغر مقاومته. هنصغر مقاومته؟ آه. نحط لها إيه بقى معاها؟ هنحط لها مقاومة معاها تحت كده على التوازي. فاكر أنت لما كنا بنتكلم على حاضر، هنا هسمي المقاومة دي مجزئ التيار، وهعرف مسميتها مجزئ التيار ليه. يبقى هنا ادي ار جي مقاومة الجلفانومتر، احط معاها مقاومة صغيرة على التوازي عشان المقاومة تقل، تبقى المقاومة الكلية لجهاز صغيرة، وبالتالي بدل ما كنت هضيف للدائرة مقاومة 200 اوم هنضيف للدائرة مقاومة 1 اوم، تأثر تأثير قليل، او نص اوم، او 1/10 اوم، او 5 اوم، يبقى تأثيرها بقى قليل. كمان التيار اللي داخل ده هيتجزأ، مش هيمر كله الى ملف الجلفانومتر، فنحميه من التلف. وفاصل ونواصل. عدنا اليكم ابنائي الاعزاء عودا حميدا الى هذا الجزء الجميل من المنهج. هنا قلت في تحويل الجلفانومتر الى اميتر انا بعالج مشكلتين. المشكلة الاولى كبر مقاومة الملف وبالتالي تأثيره على قيمة التيار المراد قياسه، وبالتالي يبقى غير دقيق. النقطة الثانية ان هذا الجهاز لا يتحمل تيارات عالية الشدة. طب انا عايز اقيس تيارات اكبر من الواحد مايكرو امبير او الميت مايكرو امبير او الميتين مايكرو امبير، عايز اوصل لحد 100 ملي امبير، عايز اقيس 1 امبير 10 امبير، هتعمل ايه؟ هعالجه علاجاية واحدة هتعمل ده كله. ايه هي؟ قلت هاجي على الملف، بص بقى معايا هنا، وصلت مقاومة صغيرة على التوالي سميتها مجزئ التيار. ومين اللي اختار هذا الاسم؟ اللي اختاره عملها. تعالوا نشوف ماذا حدث. نفرض ان انا عندي الجلفانومتر ده مقاومته 100 اوم وبيتحمل تيار 1 ملي امبير، ورحت جاي، خلي بالك بقى معايا، حاطط له، ركز بقى معايا، مقاومة تحت هنا. في الأول كانت بكام؟ بمية أوم قدها. طب ماذا حدث؟ التيار اللي عندي اتجزأ، بقى هيعدي نص فوق ونص تحت، مقاومتين على التوازي، وهو بيتحمل اقصى حاجة كام؟ 1 ملي. يبقى في الحالة دي قدرت اخليه يقبل كام؟ يقبل 2 ملي امبير، بقى يقبل اكتر دون تأثر. يبقى التدريج بدل ما كان من 0 الى 1 ملي امبير هيوصل لكام؟ ل2 ملي امبير. طيب افرض ان انا رحت واخد مقاومة اصغر بقى، 50 اوم. طب في الحالة دي هيتجزأ التيار بنسبة، ها، بنسبة 1 الى 2. طب ده هياخد 1 ملي امبير وهنا 2 ملي امبير، يبقى قدرت اوصل الى مدى قدره 3 ملي امبير. جميل خالص، 3 ملي امبير. طب انا حبيت اوصل بقى الى تيار قدره قيمة كام؟ 25 اوم. تخيل كده، الله، النسبة بقت بين دول كام؟ دي قد دي 4 مرات. يبقى التيار اللي داخل هنا هيتجزأ بنسبة ايه؟ ها؟ بنسبة 4 تحت الى 1. طب هنا تاخد 1 امبير وهنا 1 ملي امبير وهنا 4 ملي امبير، يبقى الاجمالي بقى كام؟ بقى يقدر يوصل ل5 ملي امبير. جميل خالص،
5. طب وصلت إلى مقاومة قدرها كام؟ قدرها 10 أوم. الله، يبقى التيار هيتجزأ بقى هنا بنسبة كام؟ دي قد دي 10 مرات، يبقى دي تاخد قد دي 10 مرات، يبقى هنا 10 وهنا 1، وصلت ل11 ملي أمبير. الله، طب افرض ان انا وصلت الى 5 أوم، ها ماذا حدث؟ خلي بالك معايا بقى، هنا دي 100 قد الخمسة 20 مرة، يبقى التيار اللي داخل هيتجزأ، هيبقى هنا بنسبة كام؟ ها هنا 20 وهنا 1. طب هنا ده هياخد 1 ملي، يبقى هقدر احط هنا كمان 20 تاني احتياطي، يبقى بقى كل كام؟ 21. اذا ده انا كل ما حطيت مقاومة المجزئ اللي تحت ده صغيرة حصل ايه؟ اتجزأ الطرح، سميته مجزئ. وايه كمان؟ ومر معظم التيار الى المجزئ. جميل خالص. وبالتالي حميت الملف ده، التيار اللي داخل لو هو كبير المجزئ يقول له تعالالي يا حبيبي تعالالي، عدي عندي هنا باكبر المقادير وسيب الجلفانومتر ياخد تيار على قده. جميل. وهعدل بقى التدريج للمدى اللي انا عايزه، بدل ما نهايه التدريج 1 ملي هخليها 2 3 5 10 100. يبقى اذا هذه المقاومه اللي سميتها مجزئ التيار عملت لي عده فوائد. عده فوائد؟ عده فوائد. ايه الفوائد بقى اللي عندي؟ 1، جزأت التيار اللي داخل بحيث يمر الى الملف اقل مقدار من التيار. حميت الملف من التيارات العالية الشدة، بقى يمر اليه تيار اقل. جميل. مدى القياس زاد. الله، يعني اصبح الجهاز اللي عندي يقيس تيارات اكبر. يبقى عملت حماية الملف الجلفانوتروتار الجزأ والأكبر قدر عدى للمجزأ. 2، زودت مدى القياس. 3، مقاومتين على التوازي، المقاومة الكلية لهم أصغر من أصغر مقاومة، الجهاز ككل بقت مقاومة الأميتر أصغر من أصغر مقاومة. ولو سألوك احسب مقاومة الأميتر أقول له دول مقاومتين توازي، يبقى R أميتر هتساوي ار اس في ار جي على ار اس زائد ار جي، وتبقى المقاومه الكليه اصغر من اصغر مقاومه. وبالتالي خلته تاثيره على تيار الدايره يقل، وبالتالي يبقى قريب من الدقه. واصبح الجهاز عندي بقى اسمه ايه؟ بقى اسمه اميتر او ملي اميتر او مايكرو اميتر لقياس تيارات اعلى من اللي كان بيقيسها قبل كده. طب تعال بقى نلعب مع هذا الجهاز، ارسمه كده. وممكن نرسمه رسم بسيط، تعال نشوف رسم بسيط خالص. ده مين ده؟ ده ار جي. جميل. التيار اللي داخل هنا هو التيار الكلي. هيلاقي ايه؟ هيلاقي مجزئ محطوط تحت كده، مقاومه ار اس. هيتجزأ حبه فوق اي جي، هياخد على قده مش هيزيد، والباقي يعدي فين؟ يعدي الى المجزئ اي اس، ويتلموا الاثنين ويخرجوا التيار كده. طيب عايز استنتج بقى قوانينه عشان العب معاه، يبقى خلي بالك ما هو تركيب الاميتر وما هي فكرة، خلي بالك بقى في الفكرة هنا لما يجي يقول لي ايه فكرة اميتر التيار، اميتر التيار مستمر، غير لما يجي يقول ايه ما فكره تحويل الجلفانومتر الى اميتر. يبقى خلي بالك وانت بتجاوب على الفكره هنا، ان فكره صناعه الجلفانومتر، صناعه الاميتر، صناعه الفولتميتر هي التاثير المغناطيسي للتيار الكهربي وتاثر ملف بعزم ازدواج عند مرور تيار به وهو في مجال مغناطيسي. طب لو قال لي ايه فكره الاميتر او قال لي فكرة تحويل الجلفانومتر الى اميتر، افرق بين الاتنين. قال لي ايه فكرة صناعة الاميتر، يبقى لازم ارد حاجتين في بعض. ايه؟ اقول له الفكرة الاصلية بتاعت الجلفانومتر التأثير المغناطيسي للتيار الكهربي وتأثر ملف بعزم ازدواج او ملف بازدواج عندما يمر به تيار كهربي وهو في مجال مغناطيسي.
اتنين تحويله بقى الى اميتر. الفكره ايه؟ ان انا بوصل مقاومه صغيره على التوازي تقلل المقاومه الكليه للجهاز فيحدث الاتي: واحد، يقل تاثيره على تيار الدائره المراد قياسه. اتنين، يقترب من الدقه. ثلاثه، يتحمل تيارات عاليه الشده اكثر مما كان يتحملها بمفرده. جميل، يبقى ردينا على الفكره هنا بانجاز وايجاز في نفس الوقت. طيب عايز اطلع بقى القوانين، تعال نشوف كده. عايز اطلع قوانين، فكره الايه؟ استنتاج القوانين هنا الفكره ايه؟ ان انا بتعامل مع مقاومتين ار جي وار اس تتصلان على التوازي. اذا فرق الجهد لهما متساوي، وهبدا العب. بدي بقى في استنتاج القانون. يبقى الفكره ايه؟ ها؟ ان انا عندي كم مقاومه؟ مقاومتين، مقاومتين متصلين ايه؟ متصلين على التوازي. يلا نلعب بيهم. يبقى قوانين الاميتر، نركز بقى معايا لان انا عايز اخد اجهزه القياس النهارده. ار جي وادي التيار وادي المقاومة الصغيرة اللي هي ار اس، المقاومتين دول على التوازي، يبقى فرق الجهد بتاعهم في متساوية. التيار الكلي اي، التيار ده هيتجزأ حبة فوق اي جي وحبة تحت اي اس، وهحط هنا مؤشر وامامه تدريج منتظم. ده تدريج التيار. طيب هنا بقى يبقى الفكره ايه؟ ان في فوق في جي بتساوي في اس اللي تحت، واي نهايه لاي قرايه قايتها في قريتها، يبقى اي جي ار جي بتساوي اي اس في ار اس. ده مفتاح قوانين الاميتر. طيب جه قال لي احسب لي المقاومه ار اس، اقول له حاضر. يبقى ار اس مقاومه المجزئ هتساوي اي جي ار جي الطرف السليم على اي اس. واحد قال لي اي اس ايه دي؟ او ما اقول له اي اس ده طار بيعدي تحت. هو مش اي اس دي التيار اللي تحت؟ اه، يعني بيساوي التيار الكلي ناقص اي جي. يبقى اي ناقص اي جي، يبقى اذا ار اس هتساوي اي جي ار جي على اي ناقص اي جي. خلي بالك من شويه ملاحظات بسيطه هنا. مين ار اس؟ مقاومه المجزئ. جميل. طيب ومين اي جي؟ اقصى تيار يتحمله الجلفانومتر قبل التعديل. ومين اي دي؟ دي اقصى تيار يقيسه بعد التعديل، واصبح التدريج ده تدريج يمثل القيمه الكليه. يبقى انا هعاير التدريج بحيث القراءه اللي هتتحط عندي على التدريج تمثل القراءه الكليه. طيب جميل. ومين ار جي؟ مقاومه ملف الجلفانومتر. طيب دي كلام جميل خالص. يقول لي ماذا حدث لحساسيه الجهاز؟ بعض الناس يتهيأ لهم ان احنا لما عدلنا الجهاز وبقى اميتر يبقى بقى حلو في كل حاجه. ازاي؟ احنا عارفين ان جهاز الجلفانومتر كنا بنقول عليه ايه؟ الجلفانومتر الحساس. الجلفانومتر ايه؟ الحساس. ماذا حدث لعم حساس ده؟ جرى له ايه؟ يا ترى حساسيته زادت ولا قلت؟ انت اللي هترد. كان يا مكان كان تيار صغير بيوصله لنهايه التدريج زمان، فكنا بنقول سيتا على اي بقسم سيتا وهي كل التدريج على قيمه صغيره، يبقى الحساسيه كانت كبيره. بدا ايه؟ بدا ما يوصلش الى نهايه التدريج الا بقيمه كبيره. اقسم نفس سيتا على قيمه كبيره تيار اكبر، يبقى ناتج القسمه قل، يبقى الحساسيه قلت. بالحساب قلت،
بالملاحظه ايه ده كان زمان حساس، اقل تيار يعمل اكبر انحراف، دلوقتي بقى جبله نديله هذا الاقل تيار يا دوب المؤشر يتهز. يبقى ما بيوصلش لهذا الانحراف الا فين؟ بعد تيارات كبيره. اذا الحساسيه قلت. طب لما نيجي نقول لك احسب لي الحساسيه الجديده، هنسميها حساسيه الاميتر، لكن بنيجي نعمل حته عامله مشكله. ايه؟ نقول لك هات لي النسبة بين حساسيته بعد التعديل وحساسيته قبل التعديل. تعال هنشوف كده. يبقى اللي هنسميها حساسية مين؟ حساسية الأميتر هتساوي ايه؟ بص بقى معايا كده، نسبة بين حساسية الأميتر بعد التعديل على حساسية الجلفانومتر قبل التعديل هنا في قياس التيار. جميل خالص، بنقيسش التيار. طيب فاكر الحساسية كانت سيتا على اللي عملتها، يعني الزاوية سيتا على اللي تسببت فيها. طب لما بقى أميتر كان أقصى التيار اللي بيعمل أقصى انحراف اسمه أي، وكان زمان بيوصل لاقصى انحراف ده بتيار اسمه ايه؟ اقصى تيار كان اسمه اي جي. يبقى هقسم دول على بعض. طب تعالى سيتا على اي، هقلب دي، هحول الاسم لضرب واقلب، بقت هنا ايه؟ اي جي على سيتا. سيتا هي نهايه التدريج، قد بعض. الله، بقت في النهايه ايه؟ بص كده معايا، بقت بتساوي اي جي على اي. جميل. اذا اصبحت حساسية الاميتر بتساوي اي جي على اي. عايزين نجيب لها علاقة رياضية نحسبها بدلالة المقاومات، بسيطة خالص ولا فيها اي اشكال. تعالى نجيب النسبة دي. المفتاح بتاع استنتاج الحساسية دي مفتاح بسيط جدا، وهو ايه؟ اللي احنا قلناه في الاول ان اي جي ار جي بتساوي اي اس ار اس. طيب واحدة واحدة كده معايا، اي جي ار جي بتساوي اي اس ار اس. طيب انا عايز نسبة ايات. تعال حاضر، ايات اي جي على اي اس، وعايز اي جي فوق هتساوي ار اس على ار جي. يبقى اذا اي جي على اي اس هتساوي ار اس على ار جي. لحد كده كلام جميل. واحد يقول لي انت جبت لي ايات، بس ايات اللي عندي دي مش هي ايات اللي انا عايزها. ايه؟ قال لي كان التيار اللي تحت ده كان اي كليه. اقول له حاضر، يعني ناقصه ايه؟ نضيف له حته تحت؟ نضيف له حته تحت. حته ايه؟ نضيف له اي جي. بقى طارق كله ولا لا؟ طيب انا عملت ايه؟ انا جيت على النسبة دي، دي اسمها نسبة ودي اسمها نسبة، كل دول على بعض اسمهم ايه؟ تناسب. من خصائص التناسب ان انا لو ضفت بسط بتاع الاولى للمقام تحت اضيف بسط بتاع التانية للمقام تحت، وتبقى النسب الجديدة متساوية. اللي كنا بنسميها في الاعدادي كنا بنقول ان ده مقدم وده تالي، مقدم وده تالي، وده مقدم وده تالي. هضيف مقدم في المقام تحت الى التالي، هضيف مقدم هنا. تعال نشوف كده، يبقى اي جي على اي جي زائد اي اس هيساوي هنا ار اس على ار اس زائد ار جي. الحق طلعنا باللي احنا عايزينه في ثواني. ايه؟ مش الاتنين دول كده هم اي كلية؟ قال لي اذا الحساسية للاميتر اللي احنا عايزينها اللي بتساوي اي جي على اي هتساوي ايه؟ هتساوي ار اس على ار اس زائد ار جي. اوعى تغلط وتقول لي دي ار كليه، لان دول مقاومتين على التوازي. اذا بقت عندي القوانين اللي عندي هم دول اللي هلعب بيهم. يبقى في اي مساله هنلعب بالاتنين دول، وهعمل لك مسائل في الحلقه اللي جايه قبل مبدا الفصل الثالث تغطي كل هذه الافكار وتخليك مكار. ازاي؟ هنشوف. والحلقه اللي جايه امتى؟ ركز معايا واكتبها عندك وتابعها واستناها يوم الخميس القادم الساعه 3 عصرا.
الساعه 3 لحد الساعه 5، وده اللي انا وعدت بيه ووعدت بيه اسره هذه القناه الراقيه التي انتم عندها مصلحتكم غاليه. فبدانا ندور على فرص ل اللحاق بالمنهج، لان كتير من ابنائنا الاعزاء ليهم ملاحظات ان عايزين نلحق ونمشي في المنهج ما نبقاش متاخرين عشان نلحق نخلص ونراجع، وانا بحاول اعمل دي. يبقى هنا لا ننسى في الاميتر تاني سريعا كده، يبقى هنا ادي ار جي، ادي ار اس، ار اس فرق الجهد متساوي، بعمل تدريج منتظم، تدريج التيار، التيار اللي داخل الكلي هنسميه اي، هيتجزأ جزء فوق هنسميه اي جي وهو اقصى طار يتحمله الملف، جزء تحت هنسميه اي اس، وممكن نكتبه على الرسم بتعبيرة بسيطة خالص، يعني بدل ما اكتب اي اس ممكن اكتب ايه؟ اي ناقص اي جي. جميل. طلعنا بالقوانين، ار اس بتساوي ايه؟ بتساوي اي جي ار جي على اي ناقص اي جي. في ناس عايزين يدلعوا اي جي ار جي اسمه ايه؟ قالوا اسمه في جي، ممكن نكتبه كده. الله، يعني ده اقصى فرق جهد كان يتحمله الجلفانومتر زمان، على اي ناقص اي جي. طيب الحساسيه، حساسيه الاميتر بتساوي ايه؟ اي جي على اي بتساوي ار اس على ار اس زائد ار جي. اقول لك جلفانومتر مثال كده لتثبيت هذا الامر، مقاومته 90 اوم، ما المجزئ اللازم لإنقاص حساسيته إلى الخمس؟ يا سلام، كلام جميل خالص، نحلها توتو حل، حلين. أقول له إيه؟ يبقى أي جي على أي بتساوي 1/5، يبقى إذن الأي بتساوي 5 أي جي. ألعب، هيا بنا نلعب، هيا بنا نلعب. طيب الار جي بكام؟ ب90. او ملعب بقانون الحساسيه، يبقى 1/5، مش احنا عارفين ان اي جي على اي بتساوي ار اس على ار اس زائد ار جي. خلي بالك دايما تكتب القانون اللي هتلعب بيه، اوعى تلعب من غير ما تكتب. يبقى 1/5 هتساوي ار اس ما نعرفهاش على ار اس زائد ار جي اللي هي ب90، واضرب طرفين ووسطين وتطلع في منتهى المزاج. بص كده معايا، يبقى 5 ار اس هتساوي ار اس زائد 90، انقل الار اس الناحيه دي، يبقى 4، اذا 4 ار اس بتساوي 90، يبقى ار اس بتساوي 90/4 بتساوي 22.5 اوم. خلصت. طب تعالى نجيبها بالقانون الاصلي، اقول له ماله انت عايز المجزئ؟ حاضر يا سيدي. من هنا كده هخش كده اقول له ار اس بتساوي اي جي ار جي على اي ناقص اي جي، اديله ار اس تساوي ها اي جي بكام؟ سيبها اي جي زي ما هي، ها ار جي بكام؟ ب90 على اي اللي هي كام؟ 5 اي جي، ها ناقص اي جي. اوعى هتتكلم، بص معايا دول كده بكام؟ ب4 اي جي. يا سلام، شيل جي جي دول مع بعض 4 اي جي، بقت 90/4 بقت 22.5. بص معايا كده خلصت. تعالى بقى نشوف المشكلة الأخرى، قدامي حوالي 10 دقايق وهدلع لك الفولت ميتر، ويمكن كمان أخش أسلم على الأوم ميتر. سلام جميل وسلام في جزء قليل من التفصيل. تعالى نشوف مع بعض. يبقى هنا تحويل الجلفانومتر الى فولت ميتر. فولت ميتر ايه؟ فولت ميتر التيار المستمر اللي بيقيس ايه؟ بيقيس لي فرق الجهد بطريقه مباشره، وبيقيس لي القوه الدافعه
افضل كاف كهربيه بطريقه مباشره اللي هي اي ام اف. جميل. طيب هو التحويل دايما لاي جهاز اما بيجي لضروره او لحل مشكله. طب هنا في عندي ضروره وفي حل مشكله، عايز اقيس فرق الجهد، وهذا الجهاز حساس بيتحمل تيار قليل جدا، يبقى فرق جهد قليل جدا مش هيناسب. كمان لما اجي ادخله في دايره عشان يقيس هتحصل مشكله. تعال نشوف ايه المشكله. هيا بينا نلعب، هيا بينا نلعب. بص معايا، انا عندي هنا مقاومه ار، ار دي ولتكن مثلا سي مالها 100 اوم، داخلها تيار 4 امبير، او هنقول 4 ملي امبير. ماشي، يبقى فرق الجهد بتاعها كام؟ فرق الجهد بتاعها هيبقى في بتساوي اي في ار، هتساوي 4 ملي، 4 في 10 اس ناقص 3 في 100، بقى بيساوي 4 من 10 فولت. 4 في 10 اس ناقص 3 في 100 بقت 4 من 10 فولت. جميل. هاجي بقى اجيب السيد جلجل بتاعنا واوصله هنا. قيس يا عم جلجل بقى. قال لي انا هقيس فرق الجهد ده. طيب اول ما وصله يروح واخد لي حبه تيار، التيار هيتجزأ حبه فوق وحبه تحت، اذا التيار اللي مر فوق نقص عن قيمته القديمه، يبقى فرق الجهد اللي انا هقيسه نقص عن قيمته القديمه. وبعدين في الشغلانه دي ده التيار اللي كان هنا نقص، افرض ان الجلفانومتر ده كانت مقاومته 100 اوم، هياخد من التيار هيتجزأ على الاثنين، ده يبقى 2 ملي امبير فوق و2 ملي امبير تحت. الله، يبقى فرق الجهد الجديد بقى كام؟ 2 ملي في 100 بقى 2 من 10 فولت، نقص للنص. لا حول ولا قوه الا بالله. طب تعالى كده لو فرضنا ان الجهاز ده كانت مقاومته ها 400 اكبر شويه، ايه اللي هيحصل؟ هيسحب تيار قد ايه؟ تعال نشوف النسبه دي، ها 100 الى 400 يبقى 1 الى 4، يبقى التيار ده هيتجزأ ويعدي منه قد ايه؟ اربع هيعدي منه هنا خمس وهنا الاربع تخماس، يبقى خدنا 20 من 100، يبقى فرق الجهد نقص 20% بقى 80 من 100. طب كبرت المقاومه كمان خليتها 900 اوم، يبقى لما كانت 100 خدت 50% من التيار، نقصت الجهد ال 50%، لما كانت 400 زودتها خدت نسبه اقل، طب خليتها 900. خلي بالك معايا واحده واحده، هتسحب قد ايه؟ التيار هيتجزأ بنسبه كام؟ بنسبه 9 الى 1، يعني هيتجزأ 10 اجزاء، هنا ياخد 1 وهنا 9، يبقى هيعدي 10% هنا و 90% هنا، يبقى تم تقليل التيار، سحب جزء من التيار سحب 10%، يبقى نقص فرق الجهد 10%. طب انا بقى هخلي دي 1900، ها بقت التيار هيتجزأ بنسبه كام؟ هيعدي هنا نسبه 19 من 20 وهنا 1 من 20. الله، يبقى اتاخد 1 من 20 يعني سحب 5 من 100. طب لما اجي ازود بقى لحد ما بقت مثلا سي 9900، النسبة بقت كام؟ 1 وهنا 99، يعني التيار ده هيتجزأ على 100، ده ياخد 1% وده ياخد 99%، يبقى معنى كده التيار اللي اتسحب نسبة أقل، فرق الجهد هينقص بنسبة أقل، ده إمتى؟ لما أصبحت مقاومة الجهاز ده كبيرة جدا. إذا أصبحت عندي هنا ها
جزء مهم، ان الفولت ميتر اللي انا هستخدمه او الجالفانومتر لما اجي استخدمه كفولت ميتر او الجهاز اللي هستخدمه كفولت ميتر عشان يقيس فرق جهد لازم غصب عني يصبح فرق جهد باكبر مقدار. تمام، يبقى لازم فرق الجهد اللي عندي عشان اقيس يبقى يلزم ان تكون مقاومة الفولت ميتر اللي انا هصنعه كبيرة جدا 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 الى جدا الرابع عشر. تعال نشوف كده، يبقى انا محتاج تكون مقاومته كبيرة. مقاومته كبيرة ليه؟ عشان يقل ما يسحبه من تيار الدايرة فيقل تأثيره على قيمة فرق الجهد المقاسة وتقترب من الدقة. طب ايه كمان؟ طب تعال نتخيل كده، انا عندي ادي المقاومة اهي اللي كانت بنتكلم عنها اللي انا هقيس فرق جهد ليها ال 100 اوم، وادي طيرها ورحت جاي تحت كده، ادي الواد جلجل حطيت له عشان اخلي مقاومته كبيره رحت حاطط له مقاومه كبيره جنبه على التوالي اسمها مضاعف الجهد، هتخلي فرق جهد تحت كبير قوي. ايه اللي هيحصل؟ بص كده معايا، المقاومه اللي انا حطيتها دي عملت ايه؟ خليته يسحب تيار اقل، عملت له حمايه بدل ما يعدي اليه تيار كبير المقدار نص تيار الدايره فيحصل له تلف، هتخليه يمر اليه اقل تيار. جميل خالص. وايه كمان؟ ومدى القياس بدل ما كان وهو الاول كده هياخد حبه فرق جهد على قده كده، لا بقى فرق الجهد للجهاز الجديد ده كله بقى فرق جهد كبير جدا. اتخيل ان دي 9900 اوم وهنا 100 اوم، بقى كله كام؟ ها 10000 اوم. 10000 اوم لو ضربتهم في تيار الاي جي، نفرض ان الاي جي كانت بواحد من 100 امبير، ها واحد من 100 في 10000، تعال نتخيل كده اضرب في 10000 هتبقى 100 فولت. طب الاول لوحده كان كام؟ واحد من 100 في مقاومته 100 بواحد فولت. الله، خليته يتحمل قياس فرق جهد اكبر مما كان يقيسه زمان. يبقى انا دلوقتي طلعت بفايدتين في منتهى المزاج، تعال نتكلم عنهم سريعا كده في الخمس دقائق المتبقيين، قدامي خمس دقائق بالظبط وهظبط الامور اجمل تظبيط. يبقى هنا الفولت ميتر بتاعنا الجميل ده بقى عامل ايه؟ يبقى انا احتجت ان مقاومته تبقى كبيرة، خليتها كبيرة ازاي؟ حطيت معاه مقاومة كبيرة على التوالي. يبقى لو ده ملف الجلفانومتر ار جي وكان ادي مؤشره، رحت حاطط معاه ايه؟ بص كده، مقاومه كبيره على التوالي اسمها ار ام، وبقت المقاومه الكليه للجهاز مجموع المقاومتين. خلي بالك ده كان بيتحمل فرق جهد على قد اسمه في جي، وده بقى بياخد حبه كبار هسميهم في ام، بقى فرق جهد اللي انا هقيسه في كليه كبيره جدا. وهنا اصبح التدريج عندي بقى، عملت تدريج، عايرت تدريج بالفولتات او تدريج فرق الجهد، ممكن يبقى بالفولت او بالملي فولت حسب المدى اللي انا هوصل ليه. طيب عايز استنتج بقى القوانين. انا اول فايدة استفدتها ان مضاعف الجهد ده عامل لي شوية فوائد. ايه اول حاجة؟ تسبب في ايه؟ عمل حماية، حمى ملف الجلفانومتر من ان يسحب او يمر اليه تيار كبير. جميل. خلى المقاومة الكلية للفولت ميتر كبيرة جدا فيقل ما يسحبه من تيار الدايرة فيقل تأثيره على فرق الجهد المراد قياسه. جميل. ثالث فايدة، خلى الجهاز يتمكن من تحمل وقياس فرق جهد اكبر بكثير مما كان يتحمله الجلفانومتر بمفرده. قوانينه كلمتين وبس. ايه هما؟ عندي مقاومتين توالي ار جي وار ام توالي، يبقى في التوتال بتاعتهم هتساوي المجموع، يبقى في كليه هتساوي في جي
زائد في ام، جميل خالص جميل. طيب تبقى في ام دي مالها؟ هتساوي في ناقص في جي. يلا ننقل دي الناحيه دي بالسالب. الله، هي في ام دي مش هقدر افكها. ايوه، اي في هي قايتها في قارتها اهو، قايتها. التيار اللي ماشي هنا هي هو مين؟ اي جي. هو اللي هيخش هنا اي جي، هو اللي هيخش، لانه لازم يعدي على الجالفانومتر، وانا حريص ان ما يعديش تيار عليه اكبر من تحمله، يبقى ده اسمه اي جي. المقاومه دي اسمها ايه؟ ار ام. هتساوي في ناقص في جي. يا سلام، يبقى ار ام اللي انا عايزها بتساوي في ناقص في جي على اي جي. طيب حساسية الفولت ميتر في دقيقة واحدة او دقيقة ونص بتساوي ايه؟ زي ما قلنا زمان، حساسية الفولت ميتر بعد التعديل على حساسية الجلفانومتر قبل التعديل، ونقول لقياس فرق الجهد. لقياس ايه؟ طب استنى كده، الحساسية بتساوي سيتا على اللي عملتها، سيتا على في، وهنا سيتا على اللي عملتها في جي. يا سلام، هحول الاسم لضرب، يبقى سيتا على في 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 جي على سيتا، راحت سيتا مع سيتا، بقت حساسيته بتساوي ايه؟ في جي على في. طب تعالى ناخدها على جنب كده، في جي على في ايه يجرى؟ في جي مش بتساوي اي جي فار جي اللي والفي كليه بتساوي الاي جي في الار كليه اللي هي ار جي زائد ار ام. يا سلام، شوف لعبه معلم، شيل دي مع دي، بقت الحساسيه في جي على في بتساوي ار جي على ار جي زائد ار ام. ادي قوانين الفولت ميتر، هي دي هي دي. وهنا وصلنا الى ان احنا خدنا النهارده اجهزه القياس، خدنا الجلفانومتر ودلعناه وحللناه وعللناه وفصصنا كل ما فيه وحولناه الى اميتر، واتكلمنا على قوانينه وكيف نلعب بها، وحولناه الى فولتميتر يقيس فارق جهد او قوه دافعه للتيار المستمر، ثم استنتجنا قوانينه بمنتهى المزاج. والى هنا اصل الى نهايه هذه الحلقه، وكنت اتمنى انها تطول، لكن هنعوضها يوم الخميس القادم من 3-5 مساء. والى ان القاكم اترككم في رعايه، تمام. هنا وصلت معاكم الى نهاية الفولت ميتر، هكمل معاكم المرة الجاية الاوم ميتر بسلطاته بمسائله بافكاره، ثم ادخل على الفصل الثالث الحس الكهرومغناطيسي، وهاخد منه قدر باذن الله كبير، وذلك يوم الخميس القادم باذن الله من 3-5 عصرا. والى هذا الميعاد، وانا في انتظار على اشتي. حاضر حاضر. يبقى هنا اللي انا عايز بقى النهارده كله يعمله ايه؟ انت دلوقتي خدت الجلفانومتر، عدي على اسئله وتركيب الجلفانومتر وتعليلاته كلها، الاسطوانه الحديديه وظيفتها ايه، الملف القطبين مقعرين ليه، تمام، الاطار وظيفته ايه، يا ترى ملفات اللي بتعمل ايه؟ امسك التعليلات دي وعد عليها، ارجع واسمع الحلقه مره واثنين وثلاثه، هتلاقي ان انا ما سبتش في هذا الامر قدر من التعليلات الهامه. طيب تعال بقى نشوف احنا اضطررنا لتحويله الى الى اميتر ليه؟ ايه المشكله؟ انه كان بيأثر على التيار، وكمان كان ما بيتحملش تيار كبير، فاضطرينا ان احنا نعالجه وعالجناه. وعالجناه بايه؟ عملنا له مجزئ مقاومه صغيره على التوازي، خلت المقاومه الكليه اقل ما يمكن، وبالتالي قل تاثيره على تيار الدايره. ايه كمان؟ خليته يتحمل وقيس تيارات اكبر مما كان يتحملها. تمام؟ ايه ده كله؟ حامت الجلفانومتر من التاثر باي تيارات كبيره، بقى معظم التيار كبير المقدار يعدي على المجزئ. جينا نحوله الى فولت ميتر، عملنا ايه؟ عملنا ايه؟ حطينا له مقاومه كبيره على التوالي عشان يتحول الى فولت ميتر. ماله؟ ما يسحبش من طار الدايرة ويقيس أكبر جهد، ونحمي الملف. وهنا أصل بكم إلى نهاية هذه الحلقة الجميلة، كنت معكم علي إسماعيل.